وبركاته، معاكم من عالم لولي وسوما. وحشتوني جدا. عاملين ايه النهاردة؟ هنعمل مع بعض، هنعمل بطة. هيت معانا، ومعانا البصل اهوت. انا منضف البطة ونقعها، يدوبك هنفرم البصل وهنحشيها وهنخيطها، وبعد كده نولع عليها. اهوت معايا 3 بصلات او 2.5 بصلات، انا ما بعملش كتير، لما بيكون قليل بيبقى احلى، لان ما عادش حد بياكل المرت قد كده، يعني هي يدوبك بتدي طعم وريحه، ولو حد اخد حته كده يدوبك وخلاص. هنبتدي بقى نفرم البصل مع بعض في المفرمه، واللي ما عندوش الكويكي عادي ما نفرمها على ايدنا. اهوت معانا قطعنا البصله، هنبتدي بقى نفرمها. معانا البصل اهو كده خلص، هنبتدي بقى نحطه في طبق اهوت، حطيناه في طبق اهو اتفرم. هنبتدي بقى نحط عليه الملح ونطرة فلفل وكمون وحبة زيت اهوت. الملح اهو، وفلفل اهو. الفلفل ما يكونش كتير بس عشان ايه ما تبقاش حاره، والكمون اهوت. احنا عاوز كمون كمان اهوت. حطينا الكمون، هنحط نقطه الزيت بقى اهوت. خلاص خلصنا الخلطه، هنحشي بقى البطه مع بعض. اهي البطه اهو هنحشيها. وهنخيطها، نقفلها خالص عشان البصل ما يخرجش. هنسيب حبة بصل عشان ما تاخد غلوية وتخرج، هندعكوا بيها ونحطه معاها عشان يعمل طعم الشوربة وريحة الشوربة تبقى مرتة جميلة. ثانية هجيب الخيط والإبرة واجيلكم اهوت. معايا الخيط والإبرة اهي، هنخش كده هقفلها خالص وبعدين هوريها لكم. هناخد الطرف دوت في الطرف ده كده ونقفلها خالص، وهنقفلها من هنا وهنقفلها من ورا برضو. اهي كده خلصنا خياطة البطة. هنبتدي بقى نجيب الحلة، انا حاطة مية سخنة في الحلة قبل ما كنت احشيها وخيطها. دلوقتي هنبتدي نديها غلوة، والشعر اللي باقي ده اول ما تاخد غلوة وتسخن هيطلع معايا بسهولة. معايا بقيت المرت اهي، عشان لما نيجي بقى نطبخ هنحط بقيت المرت دي وندعكها بيها كده عشان تديها طعم ولون. اهيت معانا المية غلت، هننزل بقى بالبط وهنسيبها بقى تاخد غلوة ولا غلوتين كده، وبعدين هوريها. خلاص كده خلاص اخدت الغلوة بتاعتها اهي، عشان البخار بس طلع في الموبايل. هكب ميتها وهوريكم. معانا اهي الحلة على النار، هنسيبها تنشف عشان نحط لها نقطة الزيت والحبهان والمستكة. معايا البطة اهي، انا غسلتها
حط لها بقى البصل من ايه، من بقية الخلطة بتاعتها هي، وهدعكوا بيها كويس قوي بالبطة كده، ندعكوا بيها كويس. اهو دعكتها بالبصل حلو قوي. هنا عندي الحلة اللي شفتها، ننزل بالزيت كفاية كده، ونحط الحبة هنا المستكة خلاص كده. ننزل بقى بالبطة، حبة مية نزل المية بقى هي، عشان بقيت البصل اللي كان في الطبق ينزل، عشان نملاها بمية سخنة. اهوت هعلي النار عليها بقى، بسيبها تاخد غلوتين كده او كام غلوه، وبعدين اوطي عليها النار عشان تستوى ايه براحتها، وتبقى فصها طري كده وتبقى حلوه. اهي عندي لسه الميه هتغلي، اهي بتغلي اهي، سيبها كمان غلوتين كده، وبعد كده وطي عليها بقى ايه، سيبها تستوي مع نفسها. البطة اهي ما شاء الله استوت اهي، تشوفوا اهي، ونعرف البطة استوت ازاي، نجسها كده ونشوف هتنزل ولا لا. وايديها فتحت اهي زي ما انتوا شايفين، هسيبها بس خمسة واطلعها عشان اسيبها تصفى بقى من الشوربة شوية قبل ما اجي احمرها في الفرن. هو طلعناها من الحلة عشان تصفى، هنصفيها بقى من الشوربة بعد كده، تسيبها بس شوية وبعد كده هندخل نحمرها في الفرن.